عايزة انتقل لنقطة مهمة قوي دلوقتي. اي بيت او اي أسرة بيسمعونا معاهم مرتب الشهر، فانا مش قادر ان انا اكمل الشهر للآخر من غير ما استلف، اعمل ايه علشان اخلي الميزانية بتاعتي يعني تسد معايا لآخر الشهر، وعلى الاقل لحد يوم مثلا 26 27 يبقى اخر 3 ايام اهي هنقضيهم، ولكن ما نجيش من نص الشهر ولا من يوم 17 نقول نبدأ نستلف من كل اللي حوالينا. هو بصراحة يعني ما في، نحن عندنا ميزانية ك يعني قالب ثابت تمبليت نحن ناخدها ونقول لهم خذ طبقها لكل الأسر، لأنه نحن ما بنعرف أنه الأسر بتختلف، مثلا اللي عنده 3 أولاد غير اللي عنده 4 أولاد حسب حجم الأسرة. إذا كانت الزوجة بتعمل أو الزوج بيعمل، مثلا في عندي راتب واحد ولا راتبين موجودين، دخل واحد ولا أكثر. إذا كان في استثمارات تانية، ممكن أكون أنا موظف وعندي مثلا محل أو سوبر ماركت مأجرة بيجيني إيراد تاني. نحن بشكل عام نعطي بعض النصائح يعني البسيطة حتى نخلي نوع من المراقبة المالية ونوع من التوازن بين الدخل اللي لنا والمصروفات. أول نقطة نحن لابد التوازن، كل شخص التوازن ما بين الدخل اللي بيجي لي ما بين المصروفات اللي أنا بصرفها. بالضبط 100%. لازم كل شخص يعرف بالضبط كم هو المدخول الشهري. أنا بالضبط لازم أعرف كل شهر أنا بالسنة كم أنا بدخلني، وممكن أنا أكون موظف معروف راتب هو بالضبط، وممكن أكون لا بشتغل بقطاع حر، عندي محل، عندي سوبر ماركت، عندي أي عمل من الأعمال الحرة الموجودة عندي. فلازم أدي بالضبط كم هو الدخل اللي بدخلني أنا كل يوم كل شهر وبنفس الوقت لازم أخذ أنا ورقة وقلم وأكتب شو المصاريف الموجودة عندي. يعني أنا اليوم مصاريف الثابتة الموجودة، سواء كان إيجار البيت ولا فواتير الكهرباء ولا المياه ولا مثلا إنترنت ولا مثلا موضوع الأكل الثابت، هذا كله مصاريف هي معروفة ما هي مجهولة، يعني ما في حدا ممكن ما يعرف بالضبط كم هو بالضبط بستهلك. يعني كل واحد بيبقى محدد مصاريف أكله وشربه قد إيه ومصاريف أولاده قد إيه، يعني الحاجات الثابتة والفواتير والكهرباء والحاجات دي بتبقى ثابتة ومعروفة مش بيتفاجئ بيها. بالضبط. أول نقطة لازم نحن نتفق إنه مين بيخطط التخطيط المالي أو مين بيضع الميزانية. لازم يضع الزوج مع الزوجة يكونوا مع بعضهم، ويكون أيضا حتى الأولاد ممكن نحن نشكهم في الموضوع، يعني هاي المهارة لازم يتعلموها لما يكبروا، لازم يعرفوا إنه ابدا ما في شيء اسمه انا كل يعني اي شيء انا بتمناه بشتري. في ثقافه هي ثقافه اللا، يعني عادي جدا انه نحن نعود اولادنا انه هاي القصه ما فينا نشتريها نحن، او هذا الموضوع او هذا اللبس، لانه نحن خارج اطار ميزانيتنا. هذا الموضوع بالعكس ما هو، يعني في للاسف في بعض الاسر او الابهات او الامهات بيعتقدوا انه هذا الموضوع هو خطا، انه لازم نحن ما نقول له انه انا ما بحسن بلبي لك، ما نخليش ولادنا يبصوا لحد غيرهم. ثقافه اللا هي عاديه جدا، وبالعكس بتاع انه في حدود لطلبي، انا ممكن اطلب لك هذا الموضوع ما ممكن البي لك هذا الشهر، ممكن نحكي فيه بشهر ثاني. طيب بما